نواصل في مركز أبوظبي للصحة العامة المضي في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع في الإمارة. قمنا بوضع وتفعيل خطة متكاملة لرصد ومكافحة البعوض والذباب في المناطق السكنية والمزارع والعزب بالإمارة عقب الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً، وشمل ذلك فحص ومعالجة أكثر من 17 ألف موقع لتجمعات المياه والوديان وأكثر من 30 ألف مصرف لمياه الأمطار، بالإضافة إلى زيارات تفقدية وخدمات معالجة لأكثر من 2300 مزرعة وعزبة وأكثر من 150 حديقة وأكثر من 2000 موقع إنشائي. وقمنا باستخدام المكافحة الفراغية والبيولوجية والفيزيائية والمبيدات المخصصة بحسب طبيعة الآفات المنتشرة، فضلاً عن المصائد الذكية بما يضمن مكافحة هذه الآفات وفق أفضل الممارسات.